السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة يومية وصفات نسرين مع فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الوجبة ديال الغداء او العشاء لذيذة اقتصادية سريعة التحضير. بالنسبة للمكونات اللي غادي نحتاجو، غنحتاجو تقريبا واحد 200 غرام ديال الكفتة، المهم على حسب الكمية اللي بغيتو. المهم كيكون عندنا الخضرة اكثر من الكفتة. بالنسبة للكفتة كنحتاجو واحد الكمية قليلة، تقدروا تستعملوا الكفتة ديال اللحم او لا داند او لا دجاج اللي بغيتو. والخضار غتكون عندنا بطاطا وخيزو اللي هو الجزر، غنحتاجو حبه ديال البصله، حبه ديال المطيشه، وغنحتاجو الكورجيت اللي هي القرعه الخضراء والفلفله. هادو هما المكونات، انا غنقطعهم بهاد القطعه هادي، تقدروا الا كانت متوفره عندكم كيجي الشكل ديالهم زوين، او لا تقطعوهم مربعات. بالنسبه لاول حاجه غادي نديروها، غناخدو مقله كنديروها كتسخن وكنديروا فيها شويه ديال الزيت، من بعد كنديروا فيها الكفته وكنخليوها حتى كتحمر لنا مزيان من زوج ديال الجهات. من بعد ما تحمرات لي كما شفتوا من الجهه الاولى، دابا غنقلبها ونخليها كتحمر على الجهه الثانيه. بالنسبه للطياب كنطيبوها غير 80% وكنخليو لها 21% تكمل الطياب ديالها من بعد ما طيبنا الخضره. من بعد ما حمرت الكفته تقريبا من جوج جهات، مازال ما طيبش مزيان في هاد الحاله، غادي نحتفظ بها من بعد غادي نرجع نضيفها. دابا غناخد حبه ديال البصله اللي تكون متوسطه، حكيتها في الحكاكه وغادي نخليها كتقلى مزيان في هذاك اليدام اللي تلقات لي الكفته. من بعد ما تحمرات لي مزيان هذيك البصله، خليتها حتى تعسلات، عاد غادي نضيف عليها حبه ديال المطيشه، تقدروا تحكوها او لا تقطعوها مربعات اللي يكونوا صغار. وبالنسبه للتوابل غادي نضيفوا شويه ديال الملحه على حسب الذوق ديالكم. غادي نضيف السودانيه الحاره واحد شويه، غنضيف البزار، فلفل الاسود، وهنا عندي الثوم بودره تقريبا واحد نص معلقه صغيره، ومعلقه كبيره ديال التحميره او الفلفل الاحمر، نصف ملعقه صغيره ديال الخرقوم. من بعد غادي نضيفوا الكميه ديال الخضر اللي قطعنا من قبل. بالنسبه للخضر كما شفتوا قطعناهم صغار باش يطيبوا لنا بسرعه. غادي نحرك هاد المكونات مزيان ونخليهم يتشحروا تقريبا واحد دقيقه. من بعد غادي نرويهم بالماء تقريبا واحد كاس ديال الماء، ونديرهم على عافيه اللي تكون متوسطه، نغطيهم ونخليهم يطيبوا تقريبا واحد 10 دقائق. ومن بعد ما دازت لي تقريبا واحد 10 دقائق كتكون الخضر ديالي طابت، كنرجع هذيك الكفته كتكون باقيه لي تقريبا غير واحد 5 دقائق وغادي نطفي الوصفه كامله. المده ديال الطهي ديالها 15 دقيقه. غادي نضيف هنا القزبر والمعدنوس مقطعين، وغادي نضيف الزيتون، اي نوع عندكم ديال الزيتون تقدروا تضيفوه، هنا عندي هنايا الزيتون مشرمل. وهنا غادي نزيد واحد القطعه ديال الجبن ديال الساندويتش اختياريه، الا بغيتوا تضيفوها حتى هي كتزيد واحد المذاق زوين. وغادي نغطي عليهم ونخليهم تقريبا واحد 5 دقائق على عافيه مهيله، صافي تكون الوجبه ديالنا واحد. وكانت هذه هي الوصفة ديال اليوم، نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، تستحق انكم تجربوها حيت كتجي لذيذة بزاف، والمكونات ديالها كما شفتوا معايا مكونات اللي اقتصادية. نتمنى ان شاء الله الى عجبتكم الوصفة تخليوا لي جيم وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب ديالكم. والناس الجداد اللي اول مره كيشوفوا القناه كنقول لكم مرحبا بكم، ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وعلى زر الجرس هكا باش يبقى يوصلكم كل جديد.